البشوشين، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكاية جديدة، وما يحلى الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن والصلاة والسلام على النبي الأمة. كان يا ما كان يا سادايا كرام، في سالف العصر والأوان كان واحد تاجر في بلاد بعيدة، وهذا التاجر هذا كان عنده غير ولد واحد وكان سميته حسن. من بعد ما مضى التاجر سنين طويلة في المحل ديالو، الصحة ديالو بدات كتعيا شي شوية، وهو يقرر يخلي الولد ديالو حسن هو اللي يتكلف بالمحل ويدير التجارة ديالو، وفي نفس الوقت باش يرتاح حتى هو شي شويه من العناء ديال العمل سنين طويله. وداكشي اللي كان هذاك التاجر عطى الصوارد ديال المحل ديالو لولدو حسن، وعلمو الاصول ديال التجاره، وقال ليها كيفاش دير وها كيفاش دير وها كيفاش. مشات ليام وجات ليام، حسن تعلم حتى هو التجاره ولا واحد من التجار الكبار في هذيك المدينه. في يوم من الايام والتاجر حسن جالس في المحل ديالو، غيدخل عليه واحد الدرويش واللباس ديالو على قد الحال ومعلق شي تمائم وبزاف ديال الحجابات في العنق ديالو. شرا بضاعة اللي بغا، ولكن عجبو التاجر حسن في الكلام ديالو في التعامل ديالو، وجلس وبقى كيتحدث هو وياه وكيدي ويجيبو في الكلام. وفي الوقيته اللي كان داك الدرويش جالس مع التاجر حسن، المحل ديالو ما بغاش يخون من عباد الله، الناس داخله خارجه وكل شيء كيشري والتجاره راهي مزيان. وما جا فين يكمل النهار حتى لقى التاجر حسن انه دخل في داك النهار اكثر من ما كيدخل في اسابيع. وقبل ما يسد المحل ديالو قال لهذاك الدرويش جي عندي غدا ان شاء الله. الدرويش قال لي واخا ان شاء الله غدا نجي لك. لغد ليه في الصباح، التاجر حسن قبل ما يحل المحل ديالو لقى هذاك الدرويش واقف كيتسنى فيه. ملي حلوا المحل والتجاره خدامه والناس غاديين جايين والحركه دايره عنده في المحل، ولا كيبيع في النهار داكشي اللي كيصوروا تقريبا ديال شهر. وبقى التاجر حسن على هذا الحال، كل مره كيجي يحل المحل ديالو كيجي عنده هذاك الدرويش وكيبيع ويشري، والتجاره ديالو ريجه مزيان، والاسم ديال التاجر حسن ولا معروف عند التجار كاملين، وبداو كيتضايقوا من داكشي اللي كيدخل التاجر حسن في نهار واحد وهما كيدخلوه شهور عادي. في يوم من الايام التجار ديال هذيك المدينه ما بقاوش قادرين يصبروا، لانهم ما بقاو كيبيعوا حتى شي حاجه، والتاجر حسن تبارك الله المحل ديالو كيبيع ويشري والناس داخله خارجه والحركه رجعت مزيان. هنا التجار ديال المدينه قرروا انهم يمشيوا عند با التاجر حسن ويتشكاو ليه من ولدهم لانه ما خلى لهم حتى شي حاجه. داكشي اللي كان جمعوا التجار كاملين ومشاو للدار ديال با التاجر حسن. ملي وصلوا عنده جبدوا السوارد ديال المحلات ديالهم كاملين وحطوهم ليه بين يديه، وقالوا لي صافي حنا سدينا المحلات ديالنا، ما بقينا غادي نبيعوا ولا نشريوا لان ولدك ما خلى لنا حتى شي حاجه. الاب ديال التاجر حسن ما بغاش يخسر العلاقه ديالو مع التجار اللي كاينين في ديك المدينه، وحياته كامله اللي دوزها في التجاره عمره ما كان عنده مشاكل مع هذوك التجار. وهنا قرر انه يوقف التاجر حسن من البيع والشراء ويخلي شي واحد في بلاصتو هو اللي يتكلف بالمحل. وداكشي اللي كان التاجر حسن اضطر انه يسمع للاب ديالو وما يمشيش للمحل، وبقى الامر على هذا الحال. وكل نهار هذاك الدرويش كان كيجي للمحل كيسول على التاجر حسن، كيقولوا ليه راه ما كاينش، وكل مره كيجي ما كيلقاش في المحل ديالو. هنا مشى كيسول باش يعرف شنو السبب علاش التاجر حسن ما بقاش كيجي للمحل ديالو، وهما يقولوا ليه بان الاب ديالو هو اللي حبسه على التجاره لانه اذى التجار كاملين ديال السوق. هنا الدرويش قرر انه يمشي يهضر مع الاب ديال التاجر حسن، وهو يقول ليه الله يخليك خلي ولدك يرجع للمحل ديالو لانه تاجر محترف وكيعرف اشنو يدير، والتعامل ديالو مع الناس مزيان، داكشي علاش كيدخل اكثر من هذوك التجار كاملين. الاب ديال التاجر حسن قال ليه لا ما غاديش نخليه يمشي للمحل. وهنا غدا تبان الحقيقه ديال شكون هو هذاك الدرويش. قال لبا التاجر حسن خلي ولدك يرجع للمحل ديالو، با التاجر حسن قال ليه لا ما غاديش نخليه. وقبل ما يكمل الكلام ديالو حتى لقى راسو مهزوز في السماء والرجلين ديالو بهذا على الارض، وهو يعاود هذاك الدرويش قال لبا التاجر حسن خلي ولدك يرجع للمحل ديالو. با التاجر حسن تخلع مسكين من داكشي اللي شاف من داك الدرويش، وهو يقول ليه با التاجر حسن انا موافق ان ولدي يرجع للمحل ديالو غير نزلني الله يرحم الوالدين. هذاك الدرويش شاف فيه غير بعينيه ونزلو من تحت، وهو ينزل با التاجر حسن فوق الارض. وهنا تبين ان هذاك الدرويش واحد من كبار السحر. رجع التاجر حسن للمحل ديالو ورجعت التجاره كيف ما كانت، وبدا عاوتاني كيدخل اكثر من داكشي اللي كيدخلوا التجار كاملين، ولا الاسم ديال التاجر حسن كيتردد على الالسن سواء في البلاد اللي ساكن فيها ولا في البلدان المجاوره، وداعت الشهره ديالو على انه واحد من كبار التجار ديال هذيك البلاد. في يوم من الايام سمعت الاميره بنت الملك على الاخبار ديال التاجر حسن، وعودوا لها عليه بانه شاب وسيم واي بنت تمنى تزوج به. هنا الاميره قررت انها تمشي تشري من عند التاجر حسن وتشوف هذا الشاب هذا اللي كيهضروا عليه كامل. ملي بلغ الملك ان بنته غادا تمشي للسوق، عيط على البراح وقال لي براح في التجار كاملين انهم يجيبوا خواتاتهم هما اللي جلسوا في المحلات ديالهم، لان بنتي غدا غادا تمشي للسوق
وما نبغيش نشوف شي راجل كيتعامل معاه في التجارة. ملي وصلت الخبر للتجار بالقرار اللي دار الملك، التجار كاملين جابوا خواتاتهم ولا عيالاتهم هما اللي قابلوا المحل، والتاجر حسن ما عندوش اختو والام ديالو مرا كبيره ما تقدرش تجلس في المحل. هنا هو يسول هذاك الدرويش وقال لي اشنو غادي ندير. قال لي ما تخافش انا غادي نقول لك الحل، غدا ان شاء الله غادي تلبس الحوايج ديال النساء وغادي دير الحيك وغادي تجي للمحل ديالك على اساس انك انت الاخت ديالك. ونقول لك اكثر من هذا، الاميره ما جياش باش تشري من السوق وانما جايه على قبلك انت. وداكشي اللي كان لغد ليه، التاجر حسن لبس الحوايج ديال النساء وجال للمحل ديالها. ملي نزلت الاميره كدور في السوق وصلت للمحل ديال التاجر حسن. ملي وصلت للمحل هو يخرج عند التاجر حسن على اساس انه اخته، وبدا كيرحب بها وكيكبر بها وكيوريها التوابل الفاخره ديالها. الاميره شرات من عنده بزاف ديال البضاعه وعجبتها بزاف اخت التاجر حسن في الكلام ديالها وفي التعامل ديالها، وعجبها بزاف الزين ديالها وقالت 100% خوها غادي يكون يشبه ليها. هنا الاميره بغات تقرب شي شويه من اخت التاجر حسن باش لربما تقدر تكون هي الوسيط ما بينها وبين التاجر حسن. ملي بداو كيديو كيجيبوا في الكلام، الاميره بحال شكت في الصوت ديال الاخت ديال التاجر حسن، وجاها الصوت ديالها خشين شويه ماشي بحال ديال المراه. واحد شويه بدات كتحدق فيه مزيان وهي تعرف بانه ماشي اخت التاجر حسن وانما التاجر حسن بنفسه. ملي عرفته هو التاجر حسن، هي تقول ليه غدا بغيتك تجي عندي للقصر، وبقى متنكر في نفس الحوايج وهمني غادي تدخل وهمني غادي تخرج باش توصل للجناح اللي كاينه فيه انا. التاجر حسن تغرم بالاميره بنت الملك اكثر من ما هي تغرمت. خرجت الاميره مع الموكب ديالها من المحل ديال التاجر حسن، والتاجر حسن اللي تعشات العشيه سد المحل ديالو ومشى للدار. ملي صبح الصباح نكر في اللباس ديال المراه ومشى للقصر عند الاميره. ملي وصل للقصر ديال الملك كيلقى بزاف ديال الحراس، تخلع في البدايه ولكن تشجع وكان هز في يديه التواب وقال لهم راه باغي نديها التواب للامير، وبقى غادي من هذا الجناح لهذا الجناح توصل للجناح ديال الامير. ملي وصل عندها كشف على الوجه ديالو وهدا ليها هذوك التواب اللي جمعها وجلس معها، وبقاو كيتبادلوا اطراف الحديث وتبادلوا الانستغرام والواتساب تاعو، وقال لها ديري شي ستوري وطاقيني راه طاقيك حتى. ملي وصلت العشيه تاجر حسن عاود لبس عاوتاني اللباس ديال المراه وخرج من القصر، وبقى كل نهار على هذا الحال كيخرج من الدار ديالو الصباح كيمشي للقصر عند الاميره وما كيرجع لدارهم حتى العشيه، والمحل ديالو اللي كان جالس فيه هو هذاك الدرويش. وبقى المحل ديال التاجر حسن خدام وكيدخل بزاف ديال الفلوس والتجاره ديالو كبرات بزاف، وهذا الشيء عاوتاني ضر بزاف التجار ديال هذيك المدينه، وهما يقرروا عاوتاني يسدوا المحلات ديالهم ويهزوا السوارت ويمشيو يهضروا مع الاب ديال التاجر حسن. ملي وصلوا عنده خداو السوارت كاملين وحطوهم ليه بين يديه عاوتاني، وقالوا ليه راه ولدك راه ما كيجيش للمحل ولكن التجاره ديالو راه غادا مزيان واللي مقابلها هو هذاك الدرويش. الاب ديال التاجر حسن قال لهم ما يمكنش، ولدي في الصباح كينوض كيمشي للمحل ديالو وما كيرجع حتى العشيه. قالوا ليه لا، ماشي ولدك اللي جالس في المحل وانما هذاك الدرويش هو اللي جالس مقابل التجاره ديالو. والاب ديال التاجر حسن بقى مصر بان راه ولده هو اللي كيمشي قبل المحل ديالو. هنا التجار بحال دخلهم الشك وقالوا شي حاجه كاينه في الضلال ماشي هي هذيك، وهما يقرروا يخليوا واحد جوج الناس يقابلوا التاجر حسن ملي يخرج من الدار ديالو حتى يوصل للمحل باش يعرفوه فين كيمشي. لغد ليه في الصباح تضربوا في واحد البلاصه وكيتسناو باش يشوفوا التاجر حسن ملي غيخرج من الدار. بقاو كيتسناو يخرج التاجر حسن، ما خرجش من الدار ديالو وانما خرجت غير مرأة من الباب ديال الدار. هنا شكوا بان هذيك المرأة اللي خرجت من الباب هي التاجر حسن. لغد ليه هما يجيو عاوتاني وقفوا وكيتسناو يخرج التاجر حسن، نفس الشيء خرجت غير واحد المرأة من باب الدار. هنا هما يقرروا هذوك الجوج انهم يتبعوها، بقاو غادي متابعينها تابعينها تابعينها حتى دخلت للقصر ديال الملك. ملي شافوا المراه دخلت للقصر تاكدوا بانه هذاك راه هو التاجر حسن وكيمشي عند الاميره بنت الملك. هنا هما يرجعوا لعند التجار وعاودوا لهم داكشي اللي شافوا. التجار تجمعوا مع بعضياتهم وخاصه هما كانوا كيقلبوا غير على السبه منين يدوزوا التاجر حسن، قرروا انهم يمشيوا يعاودوا هذا الكلام للملك ديال البلاد. الملك ملي بلغاتو هذا الخبر ما عجبوش الحال وقرر انه يمشي للجناح ديال الاميره ويخرجها منه ويعمرو بالتبن ويشعل فيه العافيه. التاجر حسن جا داك الصباح متنكر في اللباس ديالو وداز من الحرس ودخل مع الباب ووصل للجناح ديال الاميره، لقاه كله عمر دخان، دخل باش يشوف شنو كاين، عمى داك الدخان في عينيه طاح الارض وهم يجيو الحراس حتوا عليه وداو لعند الملك. الملك بدون تردد حكم عليه باش يقطعوا ليه راسه. التاجر حسن ملي شاف راسو حصل قال لهم بلاتي انا ماشي بوحدي في هذه الجريمه، خاصكم تجيبوا الشريك ديالي اللي كان معايا في هذه الجريمه. والتاجر حسن من قبل
كان وصاه هذاك الدرويش، قال لي إذا تحطيتي في شي مأزق قول لهم أنا ماشي بوحدي ولكن راه معايا الدرويش. الملك ملي سمع التاجر حسن قال هذا الكلام قال لهم دابا تحضروا لي الدرويش. التاجر حسن وراهم المحل ديالو ومشاو الحراس باش يجيبوا الدرويش. ملي مشاو الحراس باش يجيبوا هذاك الدرويش دخلوا للبيت ديالو، فإذا به ساكن في واحد القصر وعايش واحد العيشة تفوق العيشة ديال الملوك. هذوك الحراس تفاجؤوا بديك العيشة اللي عايش فيها هذاك الدرويش، وكل شيء كيحسب ليهم غير واحد السيد فقير ما عنده ما ياكل. الدرويش ملي شافهم دخلوا عنده قال لهم سمحوا لي انا غنمشي نبدل الحوايج ديالي، وقبل ما نبدل الحوايج ديالي اجي يدخلوا لهاد القاعه هادي جلسوا تسناو راه كاين فيها بزاف ديال الحوايج تقدروا تلبسوهم وتختاروا منهم اللي بغيتوا. ملي دخلوا الحراس لهذيك القاعه كيلقاو فيها بزاف ديال الحوايج العسكريه وبزاف ديال السيوف ومن ارفع واجود السيوف والملابس العسكريه. شدوا هذوك الحوايج كل واحد فيهم اختار واحد اللبسه وهز واحد السيف ولبسوهم كاملين، وما هي الا لحظات حتى لقاو راسهم ناعسين كاملين. ملي الدرويش لبس حوايجو ورجع للقاعه كيلقى هذوك الحراس ناعسين وكيشخروا، وعرف بان الملك غادي يعرفهم تعطلوا وغادي يعاود يصيفط حراس اخرين باش يجيبو. وداكشي اللي كان الملك ملي شاف الحراس تعطلوا ما جابوش الدرويش وهو يصيفط حراس اخرين قال لهم سيروا جيبو. ملي وصلوا هذوك الحراس للبيت ديال الدرويش كيلقاو الدرويش جالس في الباهو ديال القصر وعايش واحد العيشه ديال الملوك، ولكن ما عارفينش بان هذاك الدرويش واحد من اكبر السحره في البلاد. واحد شويه هو يخرج واحد الجوق ومعاهم الجاريات وبداو كيغنيو وكيشطحوا. هذوك الحراس ملي شافوا هذاك المنظر حلوا فمهم وبقاو جالسين كيتصنتوا للموسيقى وكيشوفوا في هذوك الجاريات كيشطحوا ونساو المهمه اللي جاوا على قبلها. واحد شويه ملي سالوا هذوك الجوق من الغناء والطرب هو يقول لهم هذاك الدرويش هاد الجاريات هادو ديالكم وحلال عليكم، الا بغيتوهم خذوهم تزوجوا بهم ما كاين حتى شي مشكل. الحراس كيبانوا لهم الجاريات من اجمل الجميلات وكل واحد فيهم تكى على وحده ومشى باش يتزوج بها. الدرويش ملي شافهم هكاك ابتسم واحد الابتسامه ماكره وعرف بان الملك عاوتاني غادي يصيفط ليه حراس اخرين باش يجيو يديه. وفعلا داكشي اللي كان الملك ملي شاف الفوج الاول ديال الحراس ما جاش والفوج الثاني ديال الحراس ما جاش صيفط ليهم فوج ثالث ديال الحراس باش يجيبوا الدرويش. ملي وصلوا للدار ديال الدرويش ما لقاوش راسهم وسط من القصر، وانما لقاو راسهم وسط من واحد الزريبه، وهذوك الحراس اللي كانوا سبقوهم وخداو دوك الجاريات كل واحد فيهم هل اللي معنك كلب، هل اللي معنك حلوف، هل اللي معنك دجاجه، هل اللي معنك خنشه، وكل واحد فيهم معنك شي حاجه والجاريات لا وجود لهم. هذاك الفوج الثالث ديال الحراس ملي شافوا الحراس الاخرين ناعسين بحال هكاك ناضوا كيغوتوا عليهم، ناضوا مقلوبين من الفيقه، مشاو كيقلبوا على الحراس اللي جاوا قبل منهم، لقاوهم حتى هما ناعسين وشبعانين الناس، فيقوهم ناضوا كاملين ومشاو كيقلبوا على الدرويش باش يديو القصر ديال الملك. مشاو كيقلبوا على الدرويش حتى لقاوه، ملي لقاوه تجمعوا عليه كاملين وتلاحوا عليه وربطوه وداروه في واحد الخنشه وداوه للقصر ديال الملك. ملي وصلوا للقصر بين يدي الملك قالوا ليه ها هو الدرويش في الخنشه. ملي حلوا الخنشه كيلقاو فيها غير مجموعه ديال العظام والدرويش ما كاينش وسط منها. هنا الملك اشتد غضبه وقرر انه هو اللي يمشي يجيب هذاك الدرويش. الملك هز السيف ديالو ونزل باش يجيب الدرويش بيديه. ملي وصل للحديقه ديال القصر كيلقاو الدرويش واقف تما كاين. الحراس ملي شافوا الدرويش قالوا للملك ها هو ها هو ها هو. الملك ملي شافوا صيف ليه الحراس وجابوه قدامه وقال لي غادي نحكم عليك بقطيع الراس. هنا الدرويش هو يقول للملك ما يمكنش لك تصدر شي حكم وانت ماشي على طهاره. الملك تفاجئ من هذا الجواب اللي قال لي الدرويش ويقول لي فعلا انا ماشي على طهاره وانا غادي نمشي دابا نغتسل ونرجع باش نحكم عليك بقطيع الراس. وهو يتلافت عند الحراس ديالو وقال لي وجدوا لي الحمام ديالي انا غادي ندخل. الدرويش ويقول لي علاش غادي تمشي تدخل الحمام ديال القصر وها هي الضيعه قدامك، دخل عوم فيها وخرج واصدر الحكم اللي بغيتي. الملك لقاها سهله ويقول لي انا غادي ندخل نعوم في الضيعه. وملي الملك حيد حوايجو باش يدخل يعوم في ديك الضيعه هنا غادي يدخل تحت تاثير ديال السحر ديال الدرويش وغادي يدخل في واحد العالم بعيد على العالم الحقيقي. وهنا فين غادي تنوض شلاضه الحقيقيه، وكيف ما العاده ما تسولنيش على المنطق. ملي دخل الملك لهذيك الضيعه غادي يلقى راسو في واحد الارض قاحله ما فيها لا ماء لا شرب لا طير يطير ولا وحش يسير. وبقى الملك غادي في ديك الارض وما عارفش راسو فين غادي وما حدو غادي وكيشتد عليه الجوع والعطش. ملي فات هذيك الارض القاحله غادي يبان ليه واحد الينبوع ديال الماء. ملي شاف هذاك الينبوع مشى كيجري ليه وشرب منه شربات الماء. ملي شرب هذاك الماء غادي يتحول لواحد المراه شعرها طويل وهكا كدير بالزين. الملك كيتلافت يمينا وشمالا كيلقى راسو تحول للمراه. ملي شاف راسو تحول للمراه ما لقى ما يدير، شد الطريق ديالو وبقى غادي حتى وصل لواحد البلاصه عامره بالاشجار.
من اللي وصل لحد هذيك الغابة كيسمع شي حد كيقطع في الأشجار ديالها. فإذا به واحد الحطاب شاب وجميل الخلق. من اللي تلافت هذاك الحطاب كتبان ليه واحد المرأة جميلة وشعرها طويل. غير شافها تغرم بها وبدا كيحدق فيها بواحد النظرات ديال العشق. الملك كيشوف هذاك الحطاب الشاب كيشوف هذوك الشوفات ما فهم والو، ولكن من بعد تفكر بأنه راه ما بقاش راجل ولكن راه تحول لمرأة. وبقاو شادين معايا الخط، راه الملك غير تحت تأثير ديال السحر ديال الدرويش. المهم هذاك الحطاب الشاب ملي شاف هذيك الفتاة الجميلة ذات الشعر الطويل وهو يعرض عليها أنها تزوج به، الملك ملي عرف راسه مرا قبل الزواج من هذاك الحطاب، وعاشت معاه حياة سعيدة وجابت معاه ثلاثة ديال الأولاد، وحتى هي ولا هو الملك ولا كيخرج وكيعاون هذاك الحطاب وكيقطع مع الحطب وكيطيب الماكلة وكيتصرف على أساس أنه مرا بحال كاع النساء كاملين. في يوم من الأيام وهو كيجمع الحطب زلقات بيه رجليه وطاح الراس ديالو على واحد الحجر، ما جا فين يفك من هذيك الضربة حتى كيلقى راسو خارج من هذيك الضايا اللي دخل يعوم فيها. ملي خرج السلطان من هذيك الضايا كيلقى الدرويش باقي واقف في بلاصتو، وهذوك الحراس حتى هما كاملين باقيين واقفين في بلاصتو. وهو يقول لهم واش نتوما ما عيتوش من الوقوف؟ انا ولدت ثلاثه ديال الاولاد وانتوما باقيين واقفين هنا. دوك الجند هما يبداو يضحكوا، والدرويش حتى هو بدا كيضحك وبداو كيقولوا جن الملك جن الملك، يعني الملك تصدق. هنا هذاك الدرويش هو يثبت على دوك الحراس بان فعلا الملك حماق، وقال لهم خصكم تلغيو المبايعه ديالكم لهذا الملك وتبايعوا التاجر حسن باش يولي هو الملك ديال هذا البلاد. وافقوا الحراس كاملين اللي كانوا حاضرين لهذا المنظر باش يبايعوا التاجر حسن باش يولي هو الملك، وهزوا الملك وداو للقصر وهو كيردد انا ولدت ثلاثه الاولاد وانتم باقيين كتسناو، انا ولدت ثلاثه الاولاد وانتم باقيين كتسناو. الوزراء والحاشيه ديال الملك ملي شافوه بداك الحال وهو عريان تاكدوا بانه راه فعلا خرج ليه العقل وما بقاش قادر انه يحكم. هنا هما يبايعوا كاملين تاجر حسن هو الملك ديال البلاد. تاجر حسن هو يتزوج بالاميره بنت الملك، وجاب الاب والام ديالو يعيشوا معاه في القصر ديالهم. ملي التاجر حسن بغى يتلافت لعند الدرويش باش يقول ليه شكرا على هادشي اللي درتي معايا، كيلقى غبر وكانه عمره ما كان. وعاش التاجر حسن مع الاميره ديالو والاب ديالو والام ديالو في القصر معززين مكرمين، ومشات حكايتي من واد الواد وبقيت انا معجب. وهنا كنوصل لنهايه القصه، نتمنى انها تعجبكم، و الى عجبتكم ديروا جيم وديروا كومونتير وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، راكم نعستوا. وما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.